صباح الجمال على كل متابعين قناة اتش بي سي، وحلقة جديدة وجميلة من برنامجنا مع البوصلة. النهاردة حلقتنا جميلة ومختلفة لأن بيشرفنا فيها ضيوف الأعزاء اللي ساعدت بيهم. معانا النهاردة اللواء وحيد عبد الهادي، لواء أركان حرب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. ومعانا اللواء مجدي سلامة. أهلا بحضرتك يا فندم. ومعايا ومعايا النائب النائب بدوي بيومي، نائب رئيس قطاع القاهره الكبرى للمركز القومي للشباب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، شكرا لك. برحب بحضرتك في برنامجي. يا اهلا بيك. في البدايه حابه حضرتك توضح للساده المشاهدين مين هو اللواء اركان حرب وحيد عبد الهادي. اللواء اركان حرب وحيد عبد الهادي، انا ماسك رئيس قطاع القاهره الكبرى في المجلس القومي للشباب. وطبعا بداية برحب دايما بشكر أسرة البرنامج وعلى رأسهم حضرتك الدكتورة سمر، وبحب أوجه شكري طبعا للأستاذ الدكتور محمد كامل الشرقاوي رئيس مجلس الشباب ومجلس القومي للشباب، والمستشار محمد مناع نائب رئيس المجلس القومي للشباب، والأستاذ الدكتور وليد ماسك رئيس الهيئة الاستشارية في المجلس القومي للشباب. على فكرة الناس دي فعلا جنود مجهولة بتبذل قصارى جهدها ان احنا نوصل بالمجلس القومي للشباب للمستوى اللي احنا كلنا بنتمناه وبنرضاه. المجلس القومي في بداية نشأته طبعا فكرنا ان يكون له اهداف قومية واهداف قوميه عديده وتكون في شتى المجالات اللي هي فعلا بتمس الشباب في جميع شتى المجالات. يعني قصدي حضرتك دلوقتي بتوضح لنا وبتوضح للساده المشاهدين ايه هو دور المركز القومي للشباب. اتفضل. طبعا حضرتك يعني انا بيحضرني المثل الصيني اللي هو بيقول لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد. تمام. ومن منطلق توجيهات القياده السياسيه طبعا وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحث دايما على الاهتمام بالشباب والاهتمام بقضايا الشباب المختلفة. بدأ فعلا المجلس القومي للشباب يبدأ يدور على ايه هي الوسائل ان احنا نقدر بيها ندعم مؤسسات الدولة، وان احنا نقدر ان احنا نتعاون ونساعد في نشء وخلق جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية. تمام. قادر على ان هو يقود قاطرة الانتاج ويوصل البلد لمصاف الدول النامية. دايما بنقول ان الدول لا تبنى الا على اكتاف ابنائها. واكتاف ابنائها هم الشباب، الشباب هم نص الحاضر وكل المستقبل. تمام. فمن منطلق الكلام ده كله بدأنا نفكر ازاي ان احنا نوصل الشباب للي هم عايزينه، عشان ما يبقاش دماغه قاعده بتفكر في حاجات تانية. لا، ده احنا عايزين نوجهه ونبدا النهارده نديله كورسات، نوصل في الناس، نأهله للعمل القيادي بعد كده، نأهله للعمل في شتى المجالات. حته النهارده قادر انه يكون قادر على تنفيذ فكر في دماغه مش قادر ينفذه عشان الامكانيات، احنا النهارده بنتبنى الحاجات دي كلها، وبنبدا النهارده عن طريق عناصر معينه ورجال اعمال معينه ان احنا بنساعد في المعاونه في انشاء مشروعات صغيره ومشروعات متناهيه الصغر. نفس الكلام النهارده الناس اللي هي الباحثين عندنا في الهيئه الاستشاريه العليا فيها خبراء من جميع المجالات وفي شتى المجالات. ثواني هنا بس يا سياده اللواء، الهيئه الاستشاريه العليا دي تبع المجلس القومي للشباب. تمام. انا بس بوضح للساده المشاهدين عشان يبقوا ماشيين معانا على نفس السياق. مجلس القومي للشباب دي فيها خبراء في جميع المجالات، هنا بيبقى قادر على انه يوجه النصح والارشاد ويوجه المعاونه الصادقه والبناءه لكل شاب من الشباب اللي هو بيفكر في مجال معين من المجالات. احنا مش عايزين النهارده يبقى عندنا تواكل، يبقى كلنا بنرمي حملنا على الدوله. الدوله عندها اعباء كتيره وعندها خطط استراتيجيه ولازم كلنا بنتعاون ازاي ان احنا بنساعد الدوله في الرقي والتقدم، وان احنا بنعاونها كلنا ان احنا نرتقي بها للمستوى اللي احنا كلنا بنرجوه. تمام. نيجي تاني بالنسبه للشباب، الشباب زي ما بنقول
عنده في امكانيات، احنا الناس شبابنا عندهم امكانيات وعندهم قدرات وعندهم مواهب، ولكن احيانا كتيره جدا في ظل ضعف الامكانيات بيبدا النهارده بتقل الحماس بتاعه والحافز بتاعه ان هو يحقق الكلام ده كله. او بدون قطع حديث حضرتك، احنا عايزين حد ياخد بايد الشباب دي، عايزين حد يساندهم، حد يقدم لهم الدعم المناسب ليهم. كتير من الشباب بيبقى عندهم طاقه تمام، بس مش الكل بيقدر يستغلها صح. مظبوط. فانا عايزه نصيحه من حضرتك للشباب ازاي يستغل الطاقه بتاعته دي في الحاجه الصح. زي ما بقول لحضرتك النهارده عندنا في الهيئه الاستشاريه العليا فيها خبراء في جميع المجالات، ممكن ان بيساعدوا في عمل دراسات الجدوى تمام، ممكن بيساعدوا في البحوث لو بيعمل بحوث على اي مستويات، سواء مستويات اكاديميه او مستويات فنيه او مستويات عمليه تمام، بيساعدوا في كل الكلام ده كله. الخبراء دولت موجودين ومسخرين لخدمه الشباب تمام. نيجي تاني برضو نفس المراه، المراه النهارده بنحتاج ان احنا ناهلها النهارده بحيث ان توصل النهارده بدل ما تبقى عنصر غير فعال، لا ده احنا بقينا النهارده بنأهلها وبنجهزها انها تبقى عضو منتج وعضو مؤثر وعضو فعال في المجتمع تمام. في حاجات كتيره جدا احنا بندور ازاي نوصلها، واهم حاجه في مجلس الشباب دوت ان احنا بنساعد على خلق روح الولاء والانتماء. النهارده لما الشاب النهارده بيلاقي ان الدوله ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع المدني بيساعدوا الشاب وبيدوروا على ازاي ان هم يرتقوا بمستوى الاداء بتاعه ويبداوا يرتقوا بامكانياته بقدراته، هو ذات نفسه بيبدا النهارده يحس بالانتماء والولاء وبيبدا يدي اكتر، وهو دوت اللي احنا عايزين نوصله. احنا رسالتنا نحن نصنع الحضاره، نحن نزرع التنميه. بالظبط. دي رسالتنا، نصنع الحضاره، الحضارات بالكامل لا تصنع الا على اكتاف ابنائها. بالظبط. وابنائها ديت هي الشباب هم القادرين على ان هم يقودوا قاطره الانتاج لنصل الى مصاف الدول الناميه والمتقدمه. فهو دوت ان احنا هدفنا الاساسي. تمام. نفس الكلام ان احنا نزرع التنميه، نزرع التنميه في جميع المجالات وفي شتى المجالات. نبدا النهارده بنشوف بنعمل عمليات تاهيل وبنبدا نوصف الناس ونبدا نشوف اذا عايزين نعمل ورش عمل، عايزين نبدا حاجات كتيره جدا بنفكر فيها لمصلحه الشباب ان شاء الله. ان شاء الله. شعارنا في مجلس القومي للشباب قوه القياده زائد قوه الشباب تساوي قوه مصر. وهو ده هدف المجلس القومي للشباب وهدفنا كلنا اللي احنا بنسعى ليه ان احنا نوصل ليه. باذن الله يا فندم اللي هو مجدي سلامه. برحب بحضرتك في البرنامج. اهلا اهلا وسهلا. في البدايه بس انا حابه حضرتك تعرف الساده المشاهدين مين هو اللي هو مجدي سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قبل ما ابدا حديثي انا بوجه شكر وتقدير لحضرتك وقصه الفريق العمل والاستاذ المخرج. انا المستشار الامني للمجلس القومي للشباب. تمام. اما في العمل في جهاز الشرطه اشتغلت مديريه امن القاهره وكنت قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديده لفتره 12 عاما. اشتغلت في قطاع مساعد سجون. الحمد لله اتنقلت للعمل بالاداره العامه شرطه المستوطن مدير اداره الامن. تمام. اشتغلت في قطاع الشرق حراسه المنشآت. واخيرا مدير اداره شؤون خدمه امن الوادي الجديد. تمام. اهلا بحضرتك يا فندم. بما انك حضرتك مستشار الامن للمجلس القومي للشباب، ازاي نأهل الشباب للقياده؟ لازم نلم فريق عمل وتدريب والنصح والارشاد. شباب مصر هو شباب الغد وامل المستقبل. احنا عندنا شباب مصر ده شباب واعد. تمام. ومن اجدع وارجل شباب العالم. تمام. هم دول اللي هيقوموا ان شاء الله بمصرنا الحبيبه. فلازم كنا نوفر لهم حياه كريمه، اذا كان السيد رئيس الجمهوريه مبادره رئيسيه وكان ربنا يخلي لنا جميعا يا رب السيد رئيس التاسيسي انشا حياه كريمه للمواطن المصري. نقل ده كان حلم. كان حلم بيروي كل مواطن. وفر علينا نقل حضاريه وتنمويه كمان. دخل في الكره دلوقتي الحمد لله بفضل الله تعالى ومجهود السيد الرئيس بقت ايه؟ بقت المرحله تمت على خير من مرافق صحيه من مرافق والمياه صرف صحي التجديد وتطوير المباني. طب احنا بقى دورنا فين بقى؟ ما احنا لازم برضو بنساعد الشباب. صح. ونسيبش لازم الشباب لازم نوجهه. احنا عشان كده الحمد لله خلقنا فرص عمل في المجلس القومي للشباب وكان هدفه الاساسي اللي هو يوفر
العمل للشباب. كل الشباب مش بدون قطع حديث حضرتك، هل بيكون في بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للشباب وبين اي منظمه تانية، ولا هي مستقله بذاتها؟ لا هي مستقله، في استعانه، بيستعان مع اهله وسهلا، بس احنا بنقوم بعملنا في داخل المجلس القومي للشباب. فاحنا بنوفر فرص عمل للشباب في جميع انحاء الجمهوريه. ما عندناش فرق بين بحري وابلي خالص. ويعني الحمد لله الوجه ابلي عندنا، احنا عمل في جميع المحافظات، بنوفر فرص يعني افرع في كل جميع المحافظات. وانا مش عايز احب اقول للشركه ولا المشروعات اللي بنقوم بيها، عشان احنا مش في دلوقتي مش مقصد دعايه بالظبط. انا هدفي كله ان انا اوفر فرصه عمل للشباب. تمام. الحمد لله في كرة، في كرة سياحيه. الكرة السياحيه دي اهم حاجه كان عندنا، لازم نوفر الوجبه الفطار والغداء، لان الراجل جاي من بره فلازم نوفر له حاجه عشان يبقى يتجه للعمل بس. تمام. مش مقصوره على حد معين، على جميع انحاء الجمهوريه. بندي قبلي 5 ساعات راحه. وبالنسبه بنوفر له زي صيف وشتاء، بنعمل له تامينات اجتماعيه. بالنسبه اللي عندنا برضو تامين نواتي، النوادي بالنسبه لا بالنسبه للشباب، ولا بالنسبه اصلا اللي هم المقيمين بالعمل في قلب المنظمه؟ لا لا لا، لكل الشباب. احنا مش مقتصرين على حد معين. احنا طب اللي هو بخصوص قطعه الارض الزراعيه المجلس القومي للشباب وفرها، عايزه حضرتك تديني ملخص عنها. والله هو اللي عنده استطاعه كل واحد يبقى في تخصصه. والله اذا كان في توفير قطع شباب، مش هندي قطع زراعيه ونقعد، لا لازم نكون في ناس عارف مجال تخصصه عشان يقدر يشتغل فيها وينتج. تمام. فدي يا ريت كل الشباب يقدر يشترك فيها ويخش فيها. طيب هل سياده اللواء المجلس القومي للشباب ده ليه عائد مادي؟ يعني انا كشاب لا. رحت اشترك، هل ليها مقابل مادي ولا ده عمل تطوعي؟ تطوعي. احنا عمل تطوعي. انا بوفر العمل له. احنا عندنا نوادي في القاهره، لا عشان صعوبه الانتقال في المحافظات، انا باخد النوادي عمل 8 ساعات بس، وبشغل 8 ساعات وبوفر له زي مناسب جدا بدل. التامين اجتماعي. بيبقى بناخد القاهره والجيزه الاوروبيه عشان يبقى في 8 ساعات يقدر يبقى عمل يومي. تمام. فاحنا بنوفر كل حاجه للشباب. احنا في تامين محطات تموين، مش هنذكر اسم الشركه، على مستوى الجمهوريه 27 محافظه. بختار ابن المحافظه اللي هو اشتغل فيها عشان عدم التكلفه والمواصلات والكلام ده كله. بختار ابن المحافظه وابن المركز. في عندنا تامين مستشفيات المعينه في الامن المستشفيات. طب بحكم ان حضرتك موجود في قلب المجلس بقى، هل فعلا في شباب بتبقى مقبله فعلا على المجلس القومي للشباب وشغالين فعلا؟ ولا شغالين وعندهم روح عاليه جدا، والحمد لله بيقوموا امامهم على اكمل وجه. وفي زياده على طول. احنا بنفتح مجالات، انا بفتح مجالات كتير، في مقرات كتير. ومهم جدا حضرتك تعرفي برضه حضرتك، اللي احنا بناخدش رسوم شركة الأمن بدون أي مقابل مادي. احنا ما بناخدش رسوم، بدون رسوم خالص. تمام. بيجي يملى وسجل التعارف ويشتغل بدون دفع أي رسوم خالص. تمام. ليه؟ مساعدة الشباب. لأن في كمان حاجة، نقطة مهمة جدا. اتفضل. أنا بشغل في الفترة الصيفية الطلبة عشان يرفع كاهل. بتشغلهم إيه بقى؟ في الأمن. أشغلهم في الأمن. الشباب. شباب الجامعات مرموقة، جامعات قمة وجامعات جميع أنواع الكليات. باخدهم بستغل الفتره الصيفيه. طب انا اخليه ليه ابقى قاعد؟ طب انا استفاد هو حتى يرفع عن كاهل الاسره بتاعته. بالظبط. وفر له عائد الثلاث شهور الاربع شهور باخده عندي. بعد عنده يشتغل، والحمد لله بيبقى موفق جدا. طب وساعات العمل بقى بتبقى قد ايه؟ هو القريه السياحيه عشان مقيمه وفي مكان اقامه بخلال 12 ساعه. بالنسبه للنوادي 8 ساعات. هو القرى في مكان اقامه. هيروح فين؟ تمام. وبعدين الفطار والغدا بتاعه جاهز. انا بحط كل ذهنه في العمل بس. يعني بالهم ما بيبقاش مشغول باي حاجه غير الشغل. النوادي بخلال 8 ساعات، الاتفاق مع الساده المسؤولين يعني، بخلال 8 ساعات عمل بيبقى يومي يروح ويجي يعني. مفيش اجازات خالص؟ في اجازه راحه اسبوعيه بالنسبه للنادي. ليه؟
النوادي. تمام. ليه؟ لانه اصلا داخل القاهره الكبرى. اما بالنسبه للصيد انا بدي 5 ايام مش 4 ايام. يعني اقصد من كلام حضرتك ان موجود في كل محافظه مقر. كل محافظه في 27 محافظه في مقر، في محطات، في تموين. تمام. بالنسبه للنوادي دي عمل يومي بيبقى راحه اسبوعيه بس. تمام. طب بالنسبه للناس المغتربين بقى سواء بحري سواء قبلي، طب بحري جنبنا بدي له 4 ايام ومعايا اذني قبل ما يمشي يعني. تمام. بالنسبه لقبلي 5 ايام. طيب سياده اللواء، الشاب اللي مش هيقدر يواظب على الثمان ساعات يوميا، هل مثلا بيبقى في اوبشن تاني؟ يعني مثلا انا ممكن ما اجيش مثلا، ما بقاش ملزم من 8 الصبح مثلا لحد 8 بالليل، لا ممكن اجي مثلا 12 واحده، بحكم ان الشباب بتبقى متشعبه في كذا حاجه او في كذا فرع. لا والله الشباب بتاعنا كويس جدا، ده في مكافح شباب مكافح جدا والله. ده في شباب جدا، ده انا اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. ده في شباب في النوادي بيقول لك عايزين نطبق. ما شاء الله. والله والله بيقول لك عايزين نطبق. يعني شباب بتاعنا اكيد روح تعاون كويس. شباب بتاعنا، شباب بتاعنا هو ده، هو ده ملتزم. ما الشباب بتاعنا هو جاب نصر اكتوبر، الشباب بتاعنا الواعد، ما هو هو اللي بنى قناه السويس، ارفعها حافظ قناه السويس، ما ده الشباب بتاعنا الواعد. احنا لازم نحط الثقه في شبابنا. هم شباب المستقبل، وهم امل مصر يعني. فوالله بيحاولوا بيشتغلوا مش 8 ساعات بس، لا عندهم مشروع وعندهم وعندهم اصرار على العمل وامانه والتزام. في حاجه تانية برضه احب عشان ما نقولش، طب انت عمال ماسك للذكور، الذكور الشباب، لا الانسات، احنا هنرجع للانسات الحمد لله بوفر لها، بس هو يعني دلوقتي لسه بادئين، يعني بادئين وعنصر النساء ان شاء الله. يعني المجلس القومي للشباب متاح للاناث عادي، متاح للاناث. ده انا بعمل ايه كمان؟ اللي تيجي تفضل تملى وثيقه التعارف، افرض المكان اللي عندي امتلى اعمل ايه؟ اخلاف الانتظار عشان يبقى اولى، اي مكان يفضل تفضلي، احنا اللي بنسعى بقى نتصل ان شاء الله. وبرده بالنسبه للافراد، طب المكان بتاعي هو مش عايز يجي القاهره، عايز يشتغل في الصعيد، اعمل له انتظار، اول المكان يفضل اقول له اتفضل روح مكانك، ما انا خلاص عملت وثيقه تعارف وكشفت عليه، هو الشاب بكشف عليه جنائي، بكشف عليه وعامل فيش تشبيه، ما هو دي من اول، ولازم يكون مخلص جيش. ما هو انا كنت هاجي لحضرتك لنقطه مهمه جدا دلوقتي. اتفضل. كنت اقول لحضرتك انا شاب في ثانيه جامعه وخلصت امتحانات وعايز اشتغل اي حاجه في الاجازه، ما ينفعش انضم للمجلة؟ لا بشغل. فانا بس بوضح للشباب النقطه. لا بشغل بشغله، ودي حقيقه بشغله، والحمد لله بيبقوا نشاطين جدا. ليه؟ الطالب طالما دور على شغل عايز يحافظ على الاهل وعايز يخفف عنهم الاعباء الماديه فبيشتغل. والله في شباب بيقول لي انا استاذنك انا عايز اقعد شهرين وقبلي، ببقى مبسوط منه جدا. احنا انا بعمل لهم سلف كمان. سلف ايه؟ سلف شهريه، يعني ليه سلفه مرتين في الشهر، ياخد افرض هو قبض مرتب ووداها لاسرته ما شاء الله، وعايز يعيش، وبرغم كده في وجبه فطار وغدا، لا بوفر له كمان السلف. ما شاء الله. لا جميل جميل. معانا النائب، ربنا الموفق يا رب يا رب. معانا النائب بدوي بيومي، نائب رئيس قطاع القاهره الكبرى للمركز القومي للشباب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. عايزين حضرتك بقى توضح للساده المشاهدين مين هو النائب بدوي بيومي. معاكي الكابتن بدوي بيومي، كبير اخصائيين رياضيين بجامعه عين شمس. تمام. اعتبر خبير شباب رياضي. كنت مدرب منتخب الجامعه في 87 وحائز على بطولة الجامعات في 87 لي في كرة القدم. واعتبر انا يعني مدير النشاط الرياضي بكلية الزراعة جامعة عين شمس. تمام. وحاليا طبعا على المعاش. وبعدين مدير فني لقطاع البراعم بنادي الدحيل القطري كمدرب محترف. طبعا محترف من مصر هنا، وكان معايا الكابتن علي خليل نجم مصر ونادي الزمالك. فكان الاهتمام بتاعنا كله بالبراعم، البراعم اللي هو يعني بدايه الايه؟ الشباب يعني طبعا. وكنت ضابط في القوات الجويه سابقا يعني. فالحمد لله يمكن الخبرات ديت الحمد لله انا بعتبرها خبرات يعني متراكمه ومتكامله، سواء في النواحي العسكريه زي ست اللواء مجدي وست اللواء وحيد. لميت بالعلوم العسكريه والانضباط، وده اعطاني طبعا انا كراجل كخبير رياضي وشبابي ككبير اخصائيين رياضيين بجامعه عين شمس، اداني الثقه ان انا اهتم بالتعامل مع الشباب. تمام. فكان التعامل مع الشباب، وزي ما حضرتك انت دايما بتقول عاوزين ننصح الشباب، هننصحهم بايه؟
بالرياضه. الرياضه هي اساس الحياه. هو الانسان مننا لو استخدم الرياضه كاسلوب، اسلوب حياه، عايش حياه كريمه زي ما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله، ان عمل حياه كريمه في كل حاجه، سواء في الحياه الكريمه بالنسبه اللي هي نقول عليها الحاجات الشهريه، او الحياه الكريمه اللي هو وفر ليهم بنيه تحتيه ومعيشه جميله بالنسبه لل نقول عليها الشقق اللي هم موفرها متكامله من كل حاجه. تمام. فالشباب هنا هو العنصر بتاعي اللي انا يمكن بالنسبه للعمل بتاعي في اي مكان رحته كان هو العمل مع الشباب. فالعمل مع الشباب هو اسلوب حياه، اسلوب حياه اللي هو الصحيان بدري، اصحى بدري. اهم حاجه بالنسبه للشباب وانا بقولها كنصيحه للشباب وللكبار وللاطفال بالذات، الفطار قبل الذهاب الى العمل، سواء الولد او الطفل رايح مدرسته، الكبير رايح عمله، الشباب رايح عمله او كليته او جامعته او مدرسه، لازم انا عليه بالفطار، لان الفطار هو اساس اليوم بتاعه. لان انا الفطار لو فطر صحي، افطار صحي، هو اللي بيبني عليه اليوم كله، لان هو يعني وقت النوم بتاعه من 7 لـ9 ساعات ده نوم استرخاء، فيعني ما فيش حاجه دخلت الايه المعده. طيب بخصوص ان حضرتك متخصص في مجال الرياضه، اتفضل، هل حضرتك بتنصح الشباب او الاطفال ان هم يتناولوا وجبه الافطار قبل الجيم ولا بعد الجيم؟ يعني انا مثلا بصحى من النوم الصبح بحب امارس رياضتي، لا افطر الاول ولا امارس رياضتي الاول؟ بالنسبه للرياضه ليها اسلوب، الاسلوب بتاعنا احنا بالنسبه للرياضه ان ما فيش حد يتدرب ويكون واكل، الاكل بيكون بعد التمرين بساعتين ونص. بساعتين ونص بعد التمرين او قبل التمرين، يعني قبل التمرين بساعتين ونص، يعني قبل التدريب. انا افطر قبل ما اتدرب بساعتين ونص. بساعتين ونص ليه؟ لان لو اكلنا طبعا احنا الاكل ده بيبقى محتاج المعده، يعني مصنع جوه شغال، الماكينات شغاله، فالماكينات دي هشغلها وانا بعمل جيم هيجي لي فيه تقلصات في المعده. طبعا الاخوه الدكاتره بيبقوا عارفين حاجه كده، فاحنا بنمنع اللعيبه ان هو ما يمارس، يعني ما يجي جاي للتمرين ما يجيليش واكل قبلها بنص ساعه بساعه، لا يكون قبلها بساعتين ونص. تمام. والوجبه بتكون، احنا عاوزين نقول لاخواتنا في البيوت، يعني خلي الوجبات بتاعتنا وجبه غذائيه متكامله صحيه بعيده عن الزيوت والدهون. لابد ان يكون الاكل بتاعنا يعني ناكل نشويات وحاجات دي، النشويات ضروريه لانها هي ايه بتعمل تكامل بس ما نكترش منها، ما نكترش. يعني انا بحاول، انا بقول يعني حتى كمان اللي عاوز يعمل انزال للوزن ان هو الوجبات بتاعته، يعني انا يعني بدل ما هياكل اللي هو الطبق الرز الكبير، لا انا اخلي احدد، اخلي الاطباق اللي هي الزهره ديت يعني الرز والخضار، واهم حاجه الخضار مع السلطات، والسلطات الخضراء افيد حاجه بعد تنظيفها وكل حاجه، وابدا بيها اكلي بحيث ان انا لو انا جعت قوي اكمل بقى بالحاجات التانيه. اكمل ونقول عليها الشربات، الشربات اللي هي اللي بتبقى حلوه لانها بتعمل عمليه تسهيل للمعده. بعد تمام. كده ابدا الاكل. تمام. سياده اللواء وحيد عبد الهادي، عايزه حضرتك من خلال تجربتك ومن خلال توقعاتك والتنبؤات المستقبليه، هل ممكن في خلال الفتره اللي جايه يكون في رئيس للجمهوريه من الشباب؟ والله هو يمكن سيادة الرئيس بيؤمن بالشباب، ويمكن في حاجات كتيره جدا 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 عملها الشباب، ومنها تنسيقيه شباب الاحزاب، وفي حاجات كتيره كيانات كتيره معموله للشباب، وكله بيحس قصه ان النهارده يبقى رئيس من الشباب. اولا احنا في عصر ديمقراطي، وفي عصر كلنا بننعم فيه فعلا بالديمقراطيه، ومثالي ان ما فيش حد هيمانع نهائيا ان النهارده لما نلاقي النهارده عنصر من العناصر الشابه
قادر على تحمل المسؤوليه، قادر على ان هو يقود دفه الوطن لبر الامان. هنا كلنا هنبقى كلنا بنساعد وبنعاون، ولكن تمام. احنا النهارده ما بنفترضش لازم يكون شاب او لازم يكون كهل او لازم يكون مؤسسه عسكريه او مؤسسه مدنيه، لا احنا عايزين النهارده يكون شخص قادر على ان هو يقود الدفه ويقود العجله الى للمكان اللي احنا كلنا نصبوا ليه وكلنا نبقى محتاجينه. تمام. ست لو مجدي سليمه، حضرتك دلوقتي اتكلمنا عن الشباب، عايزين نتكلم شويه بقى عن النساء. تمام. المراه دلوقتي بقت بتحترف السياسه، وبقت دلوقتي عندها يقين تام بان الواحده الست مكانها في البيت. ردك ايه على الناس دي؟ لا مقوله غلط خالص، ولا بقيتها بالمره. اذا كان بيقولوا وراء كل عظيم امراه، لا ده كل وراء كل رجل امراه عظيمه. السيدات بتثبت كفاءتهم في كل المجالات، منها الوزيره، ومنها رئيس القومي للمراه، ومنها نائب المحافظ، يعني بتشغل وبكون قادره وبتبذل اقصى ما في وسعها. يعني انما لا، انا ما قيدتش المقوله دي أبدا. يعني حضرتك الواحده الست تخرج عادي وتتعايش مع المجتمع وتشتغل وتخرج وتروح وتيجي وتجاهد وتجاهد انا يعني الحمد لله رب العالمين. انا اذا كان في جهاز الشرطه او القوات المسلحه او ابطالنا البواسل دول، يعني بصراحه احنا وقتنا كله للعمل. تمام. مين اللي ربى اولادنا؟ مين اللي طلع منهم عميد شرطه ببحث القاهره ابني وحفيدي في كليه الشرطه، ومنهم المهندسين ومنهم المحامين؟ مين؟ ما هي المراه. تمام. ما هي الزوجه اللي تعبت، الزوجه اللي ربت. احنا كنا انشغلنا في عملنا، احنا انشغلنا في عملنا، مين اللي ربى اولادنا؟ هي الواحده الست. وانا انا برسلها كل تحياتي وتقديري للشخصيات الكريم يعني، وبصراحه انا بقولها بكل امانه، هي السبب اللي خلت اولادي واحفادي كده بالطريقه دي. يعني ربنا يحفظها ويحميها من كل شر. كل دعم ليها على الهواء. سياده النائب بدوي بيومي، احنا دلوقتي اتكلمنا عن المجلس القومي للشباب، هندخل دلوقتي على ملف مختلف خالص، ملف الثانويه العامه. طبعا احنا حصل على السوشيال ميديا الايام اللي فاتت او الفتره اللي فاتت ترندات كتيره جدا بخصوص قرارات الوزير بخصوص الثانويه العامه ودمج المواد، وان هو شال مواد وحط مواد بالظبط. فعايزه حضرتك نصيحه كده لكل مدرس ما حالفهوش الحظ ان هو يكون في ضمن الخطه تبع الوزير، وخصوصا ان الفرنساوي اتلغى، الفيزياء والكيمياء حصل لهم دمج بقى ماده واحده، الجيولوجيا اتلغت، وكانت فاتحه بيوت كتيره. فعايزه حضرتك توجه نصيحه للشباب المدرسين بخصوص الحوار ده. اتفضل. والله هو بالنسبه للشباب، بالنسبه للطلبه، وطبعا تخفيض المواد اللي هو حصل للطلاب يعتبر ليهم تخفيف للمواد اللي هو كان عليهم. تخفيف بالنسبه لساعات المذاكره، وتاني حاجه ان هي يعني وفرت عن كاهل ولي الامر. وهو ده الاهم، اللي هو الجانب المادي. تمام. ووفر لهم جانب مادي ان هو منع ان هو ان معنى صح ان هو يودي اولاده للدروس الخصوصيه او للسناتر او اي ده وفر لي المال، ووفر للطالب اللي نقول عليه الوقت. تمام. طيب هو هنا بالنسبه لحضرتك انت بتسالي عن المدرس، المدرس يستطيع ان هو يقدر يروح يدرس في اي يعني كورسات، يطور من نفسه في حاجات ثانيه. الزمن بتاعنا بقى عنصر السرعه، اللي هو عنصر التكنولوجيا. ليه ما يدخل على التكنولوجيا الحاسب الالي او نقول عليه الكمبيوتر يعني جانب كبير؟ لو دخل في العالم بتاع التكنولوجيا هيقدر يطور من نفسه. يعني المدرس الفرنسي ممكن لو خد كورسات في الانجليش ممكن ياخد كام ليفل كده ويقدر يطور من نفسه. ما دي لغه يعني، صحيح اتعلم سنوات كبيره، انما ممكن يطور. لان يعني يمكن احنا كنا في المجال بتاعنا او في مجالنا، انا كراجل خريج للتربيه الرياضيه،
درست بالنسبة للتنظيم والإدارة، فاعتبر أن أنا زي بيقول عليه كشكول، يعني ممكن أشتغل في تنظيم الإدارة، أشتغل في الرياضة، أشتغل في مجالات أخرى، يعني زي ست اللواء هنا أو ست اللواء هنا عندهم خبرات. الخبرات دي بتجعله أنه هو متكامل في حاجات كتيرة جدا، النواحي الأمنية، النواحي الإشرافية، في النواحي الخدمية، في كل حاجة الرئاسية كمان. فمن هنا لابد من الإخوة الزملاء المدرسين يطوروا من نفسهم في جوانب أخرى، ما نقعدش ونحط إيدينا على خدنا ونقول لا لا أدور. يعني إيه التطوير مش غلط، لابد أن يطور من نفسه. وأنا نصيحة مني لكل الشباب ولكل مدرس بيتفرج عليا دلوقتي، ما تيأسش، يعني أكيد كل حاجة ربنا مقدرها لنا هي دي الخير ليك مهما حصل، يعني ربنا عمره ما بيجيب حاجة وحشة للبني آدم. كون ان مادة اتلغت او كون ان مادة ما الطالب ما يعني مش هيجي عندك الدرس تاني، او كون ان المادة دي هي اللي كانت مشغلاك، او ما فيش شغل كنت بلقط رزقي من الدروس، لا عندك مجالات كتيرة جدا مختلفة. انتوا زعلانين ليه؟ ما انا ممكن اطور نفسي في حاجات تانية، ممكن اخد كورس تنمية بشرية، اخلق من الشيء من اللا شيء شيء زي ما هم ما بيقولوا، اسعى اطور من نفسي، ما اقعدش بقى. يعني انا الترندات طالعة ما شاء الله اليومين دول كتير جدا، مدرسين زعلانين جدا يا سياده اللواء، مدرس طالع منهار على السوشيال ميديا بان هو مدرس فرنساوي وخلاص وعليه ديون وهيفتح بيته ازاي ومتجوز وعايل اسره ومش عارفه ايه. فانا بناشدكم من برنامجي مع البوصله ان انتوا تشتغلوا، تعالوا على نفسكم في مجالات كتيره جدا، مش شرط ابقى مدرس، انا ممكن ابقى مدرس وانا يعني اروح مهنه تانيه امارس مهنه تانيه، اشتغل على نفسي في اي حاجه تانيه بحيث ان انا في يوم من الايام ابقى حاجه كل الناس بتهتف بيها، كل الناس بيتشرفوا بيا في اي مكان اروحه. فانت يعني ما تجيش على نفسك قوي، يعني ما تحبكهاش. وبخصوص يا سياده اللواء الدروس الخصوصيه، ايه راي حضرتك في الحوار ده؟ انا ضد مبدا الدروس الخصوصيه تماما. تمام حضرتك، احنا دخلنا المدارس زمان ما كانش في مدرس بيطلب من طالب ان هو ياخد عنده درس خصوصي نهائي. بالعكس، انا النهارده لو سمحت يا استاذ انا مش فاهم الحته دي، استنى بعد ما نخلص الحصه تعالى لي في المكتب وانا فاهمها لك. تمام، استنى بعد اليوم الدراسي وتعالى لي المكتب وانا فاهمها لك. كانش النهارده المدرس بيطلب من اي طالب ان هو يديله درس. رخر كان المدرس كبير في نظرنا، كان المدرس ليه هيبه، كان لوحده لو ماشي في شارع وبيلاقي المدرس بتاعه جاي كان بيستخبى منه عشان ما عينه ما تجيش على عينه. ايه اللي وصل النهارده الاستهانه بقصه الدرس؟ عشان النهارده انا بقيت اطلع من جيبي وبديله بالظبط اجر. ليه؟ طب معلش، طب انت النهارده لو قمت بالدور اللي انت مطلوب منك واديت النهارده المحاضره بتاعتك بامانه وباخلاص، جميع الطلبه هتفهم. ليه النهارده بتحاول تعمل اي حاجه غير ان انت تدي المحاضره بامانه وباخلاص عشان تديله بعد كده درس بره؟ لا، وعايز اقول لحضرتك حاجه مهمه برضو، المدرس لو عمل اللي عليه في المدرسه زي ما بيعمل اللي عليه في الدرس، انا ابني مش هحتاج له درس خصوصيه. ما خلاص مش هيقوم. هقول لحضرتك على حاجه، يعني كان المدرسين زمان كان يفضل يقومنا ما نطلعش من الفصل او من الحصه الا ما احنا حافظين الدرس. حافظين الدرس والواجب، يجي لنا نيجي تاني يوم الواجب، كل واحد كان بيبقى مرعوب في البيت ان هو ما يخلصش الواجب عشان يروح بيه تاني يوم. النهارده ولا طالب بيعمل واجب، ولا طالب بيروح المدرسه، ولا طالب طب ليه؟ تمام. ليه؟ عشان خلاص في النهايه ايه، انا هاخد درس مع المدرس والمدرس هياخد له طب ما احنا اللي عملنا في نفسنا كده، احنا اللي عملنا كده في نفسنا. والنهارده الحكومه بدات تزود في المرتبات بتاعتهم وزودهم في الكوادر بتاعتهم. طب ما النهارده بتدور النهارده عشان ترتقي بتنميه الموارد ليك. تمام، بس ابدا انت اعمل، ربنا هيبارك لك. النهارده لما انا هدي محاضره باخلاص وبامانه، ربنا هيبارك لي في القليل. ربنا هيبارك لي في القليل. يعني في واقع من الواقعات، موقف يعني، واحد الاشخاص كان في احد المواقع الامنيه داخل بيخلص مصلحه وبتاع، المهم بيفتشوا الشنطه اللي معاه لقوا فيها كميه فلوس كتيره جدا. ايه الفلوس دي كلها؟ دي كانت حصيله مجموعات بيديها مثلا في خلال ساعتين ثلاثه فاتوا.
فالنهارده معلش ما احنا بقينا تفرغنا للدروس الخصوصيه وبعدنا كل البعد عن شغلنا الاساسي ان انا مدرس في مدرسه او ان انا مدرس في مؤسسه تعليميه، هو ده شغل الاساسي اللي انا بقبض عليه المرتب وهو ده اللي ربنا هيحاسبني عليه وهو ده اللي ربنا هيجزينا عليه. تمام. لكن النهارده انسى ان انا مدرس وابدا ادور ان انا بقى تاجر، ما بقاش مدرس، هي تجاره فعلا، بقى تاجر. انا النهارده ابدا ادور على واللي ما يجيش ياخد عندي درس ابدا اضطهده وابدا ان انا اديله مع درجات مش كويسه. هنا المشكله. تمام. هنا دي المشكله، لكن مش مشكله لغينا ماده وحطينا ماده، لا كل واحد يعمل اللي عليه. كل واحد، انا النهارده موظف، ما كل الموظفين النهارده راضيين بمرتباتهم، انت ما بترضاش بمرتبك ليه؟ بدون اقطع حديث حضرتك، اتفضلي. احنا لو مدين المدرس حقه بخصوص الناحيه الماديه مش هيضطر يدي دروس خصوصيه. ما انت بترفعي مرتبه تلاقيه برضه بيدي دروس. لا احنا بترفعي مرتبه بيدي دروس، ما هي قصه كده برضه. بدون اقطع حديث حضرتك برضه، قيمه المدرس الماديه مهمله جدا. طيب هل المدرس بيقبض زي المحاسب، زي الدكتور؟ لا. زي المهندس؟ لا. زي الضابط الجيش او ضابط الشرطه؟ فطبيعي يقول لك احنا المدرس بياخد كام دلوقتي؟ يعني المدرس دلوقتي عشان مش قادر يصرف على بيته او مش قادر ان هو يحقق التارجت المناسب لبيته بيلجا للدروس الخصوصيه. هياكل عيش منين؟ في مجموعات ممكن النهارده تشكل مجموعات على مستوى المدارس، والمجموعات دي بتبقى دخل اضافي ليه. ما هي احنا بس لو بيبقى حاجه قيمه وحاجه ليها وضعها وليها كيانها. انا مجموعه بتبقى داخل اطار المؤسسه التعليميه وبيبقى تحت اشراف برضو تعليمي، وبدي المحاضره برضو باحترامي وبكياني، وما بيبقاش فيها حد بيحس ان هو ليه فضل عليا فيها. بتبقى مجموعه وبقوي النهارده الضعيف. انت عارفه حضرتك زمان كان لما اللي بياخد درس عند حد كان بيبقى نازل بيستخبى عشان ما نقولش عليه ده بليد. بليد انت واخد درس ده بليد. كلنا كان بيستخبى، بيبقى نازل يستخبى. النهارده بقى ما فيش حد عايز يروح المدارس، يقول لك ما انا باخد درس خلاص. طب ما هو النهارده في حاجات بتيجي على حساب حاجه. حاجه بتيجي على حساب حاجه. بالظبط. اللي هو مجدي سلامه، حضرتك عايزه من حضرتك مناشده كويسه للوزاره بخصوص المدرس. هو المدرس ده ليه فضل على جميع اولادنا، وكان فضل علينا برضه، ما احنا مين علمنا؟ بالظبط بالظبط. فان شاء الله باذن الله الدوله هتبص لهم بنظره ايجابيه. وبعدين في عايز اضيف برضه للاستاذ اللواء وحيد، اللي بالنسبه للمدرس هو يدي مجموعات بس مقننه في المدرسه ويبقى فيها مورد حلو برضه ان شاء الله. بس في اضيف حاجه كويسه جدا، اساتذه افاضل مدرسينا دول الافاضل وهم اللي علمونا، ما بننساش فضلهم ابدا ولا تنسى الفضل بينكم. طبعا. بيجي فتره صباحيه بيجي يشتغل فتره مسائيه، عايز يزود دخله بيجي عندي، برحب، بيبقى فرحان بيه قوي. بيشتغل فتره مسائيه ويبقى عشان يقدر ياكل بالحلال ويوفر الحياه المناسبه لاسرته، بيشتغل بيجي وبنقول له اهلا وسهلا بيك. تمام. سياده اللواء بيومي، عايزه حضرتك نصيحه لاولياء الامور اللي زعلانين جدا على الغاء الدروس الخصوصيه. طبعا بالنسبه هو كل ولي امر عاوز ابنه يكون من الاوائل، يطلع من الاوائل، فهم حاطين في اعتبارهم ان اللي بيدخل دروس خصوصيه هيجيب الدرجات النهائيه. وده بالعكس، احنا زي ما الست اللي هو وحيد قالها، احنا بالنسبه لنا احنا اتعلمنا في الكتاب. طبعا انتوا ما كنتوش انتوا موجودين في ده. لا ما لحقتش الجيل ده للاسف. يمكن الست اللي هو مجدي برضه، الكتاب ده هو عباره عن جامع، الجامع بتاعنا اللي هو في الحي، بنروح هناك بنتعلم فيه. غير كده كنا معتمدين على نفسنا. ولي الامر في البيت هو يعني اساس البيت، هو والام. بيوفروا، طالما بيوفروا حياه امنه او بيئه امنه في داخل البيت، بالاضافه الى المدرس ان هو بيأدي واجبه كاملا داخل المدرسه، بيجي الولد لو يجي للبيت هيلاقي عنده واجبات مطلوب ان هو يعملها، عارف ان في متابعه من المدرسه ان هيشوفوها. لو اتعمل ده هنلاقي دروس خصوصيه هتنخفض. تمام. ليه؟ لان ايه؟ المدرسه فيها متابعه. ليه المدرسه الخاصه بتقوم بالواجب ده اكتر من المدرسه الحكوميه؟ ليه؟ لان في متابعه،
في رقابه من رئيس مجلس اداره المدرسه الخاصه او من المدير اللي فيها، بتابع مدرسين في الاشراف، بيشوف الطلاب، الاختبارات الشهريه او الاسبوعيه، كل ما بتتعمل الاختبارات، ما هي الاختبارات دي ما هو الا تيست نعرف بيه الطالب مستوى ايه. تمام. كل ما مستواه بينزل بالتيست الثاني بيعلي، فبنيجي نبص نلاقي ايه المستويات محترمه، من هنا هنقدر نوفر ان احنا ما نعملش الدروس الخصوصيه ولا نلجا ليها. تمام. طبعا انا بناشد كل اسره وكل بيت مصري، ما تزعلوش، ده قضاء وقدر من ربنا، ودايما ربنا دايما بيختار الصح. ممكن يكون القرار اللي وضعه الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، وطبعا ليه مني كل الدعم على الشاشه من برنامجي مع البوصله، هو خفف كتير جدا على الاسره. هو طبعا بص ان اليوم الدراسي فيه مثلا لما انا ادخل سنه اولى ثانوي ب 10 مواد وسنه ثانيه ثانوي ففي ضغط وفي عبء كبير جدا على الاسره، والماده دي عايزه لها درس والماده دي عايزه لها درس، وطبعا بص للناحيه للجانب المدرسي اهمل خالص. حضرتك يا ست اللواء، المدرسه دورها اهمل خالص. انا ما عادش يعني كل الطلبه ما عادش بتروح المدارس، صح؟ كله بيقول لك انا رايح الدرس، مش محتاج حاجه من المدرسه. دي اصلا مؤشر خطير، ودي دي كارثه، مؤشر خطير. انا احنا المدرسه كنا ازاي احنا بننام بدري ونطلع نطلع المدرسه، ما ننامش الا بنعمل واجبه عشان هنتحاسب. بالظبط، مفيش محاسبه. المدرس بينه وبينه كانهم اصدقاء. طب وده ينفع ازاي؟ كون ان الوزير يحط درجات اعمال سنه ويعمل انضباط في المدارس، صحيح. ويزود مدرسين ويعين مدرسين بقى سواء بالاجر او سواء المسابقه بتاعت ال 14,000 معلم، وان شاء الله يكون في تثبيت بعد كده. فانا بتنبأ بحاجات مشرفه في المستقبل، ان شاء الله يكون في تعيين للمدرسين، ان شاء الله يكون للمدرس ليه دور وليه قيمه وليه كل اولوياته في المجتمع، زيه زي المهندس زي الضابط زي الدكتور، هيكون المدرس دوره مكتمل على اكمل وجه. انا بناشد كل الطلبه ابداوا، مش هقول بدري، مش هقدر اقول بدري، بس حاولوا على قد ما تقدروا ما تهملوش او ما تركنوش. انا الدرس اللي انا باخده باجي اذاكره اوريدي على طول، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. اللعب مش هيطير، الزياره قريبه مش هيطير، ان انا انزل مع زميلي النادي او مشوار خارجي او كل الحاجات دي مش هتطير. بص لسعادتك النهائيه في الاخر هتكون ايه، بص لفرحه وسعاده باباك ومامتك واسرتك ومحافظتك كلها في الاخر هتبقى عامله ازاي، بص لما يبقى لك قيمه وقامه في المجتمع اللي انت عايش فيه، لما يقولوا سياده المستشار كذا، لما يقولوا الباش مهندس كذا، لما يقولوا دكتور كذا. فدي طبعا كلها القاب مشرفه ليك، مشرفه لاسرتك، مشرفه لعيلتك، مشرفه لمحافظتك كلها، ومشرفه لاولادك وزوجتك واسرتك في النهايه. انا عندي برضه انا بشكر حضراتكم في برنامجي مع البوصله. بنشكر حضرتك، بنشكر اسره البرنامج. ميرسي جدا يا فندم. وانا استاذن حضرتك، الارقام التليفوني كلها ممكن يبقى على الكادر، اي حد ان شاء الله عايز وظيفه تحت امره يجي يتصل بيا وانا اتواصل معاه على طول. سياده اللواء، احنا نسينا نناقش جانب مهم بخصوص السيدات في المجلس القومي للشباب. حضرتك قلت زي ما في شباب بتلتحق بالمنظمه عندنا، برضه بيكون في انسات او سيدات. تمام. ديت البروتوكول بتاعها بيبقى ماشي ازاي معاكم؟ يعني انا مثلا عايزه انضم برضه بيأدي عملهم برضه الحمد لله في كل تخصصه، في تخصصات معينه بيبقى السيدات بيبقى بارعة فيها قوي يعني. زي انسات. ايه مثلا؟ في اي وظائف الاداريه اللي هي يناسب شغلها او يناسب كيانها. في هيكل تنظيمي معمول للمجلس ومعمول لكل قطاع من القطاعات، ومعمول لكل قطاع فرعي هيكل تنظيمي. الهيكل التنظيمي ده فيه عناصر، في امينه مرأه، في امينه احتياجات خاصه، في حاجات كتيره بتخص المرأه لازم تتحط فيها مرأه. عشان هي اللي بتدير العمل، وهي اللي بتدير فريق العمل في النقطة دي بالذات، وهي اللي بتبقى مسؤولة عن إدارة العمل داخل القطاع بتاعها، سواء قطاع فرعي أو قطاع كبير، بحيث ان النهارده الجزء اللي هي ماسكاه هي اللي بتديره، وهي اللي بتشكل فريق العمل بتاعها باسلوبها، وما حدش بيتدخل معاها في شغلها، ولكن في النهايه بندور على النتائج دايما. تمام. بنحاسب على النتائج في النهايه.
سياده اللي احنا نسمع عن المبادرات الرئاسيه الكتيره جدا زي مبادره حياه كريمه، مبادره 100 مليون صحه. عايزه حضرتك رد على اي حد بيشكك في المبادرات دي. هقول لحضرتك على حاجه، لولا المبادرات دي كان هيبقى في ازمات كتيره جدا. ازمات مبادرات دي اللي حصلت دي عملت حاجات كتيره، مبادره كلنا واحد، مبادره لا للغلاء، مبادرات كتيره جدا عملت فعلا. لولا المبادرات دي كان هيبقى في ازمات كتير. فما فيش، اللي عايز يشكك يشوف النهارده المبادرات دي نتائجها ايه، ومن خلال النتائج اللي هي الملموسه وعلى للجميع هيقدر يعرف كويس اهميه المبادرات دي. ما حدش بيعمل مبادره وما حدش بيصدق على مبادره الا اذا كان ليها نتائج مرجوه وليها نتائج فعاله وايجابيه. فبسيطه جدا. تمام، احنا بنقول للدكتوره ان في ازاله العشوائيات دي اكبر يعني مكسب للبلد. احنا عندنا عشوائيات كانت كبيره جدا، دلوقتي بقت اتنقلت لاماكن حلوه جدا ومجهزه بكل وسائل الترفيه من ناحيه ملاعب، من نواحي صحيه. وطبعا كل ده كان من دعم من سياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. وبالنسبه لحياه كريمه، اي حد بيشكك نقول له انت اعمى البصيره، ما تشوف القرى اللي اتطورت، وشوف القرى لسه تطوير. كنا فين وبقينا فين؟ ما تشوف، شوف كده، بتبص بعينك كده، شوف بالنسبه للقرى والحمد لله اللي تم تطويرها المرحله الاولى. وشوف المرحله الثانيه، احنا والسيد الرئيس جاهدا يعني ما ده ما بينامش، السيد الرئيس ما بينامش في سبيل المواطن المصري. تشوف، قارن بنفسك، هتشكك في ايه الا اذا كان هو مش غيور على الوطن. هما برضه يا سيادة اللي هو باصين ان احنا مثلا ايه، الريس ما يعملش في طرق وما يعملناش مبادرات، مش عايزين حاجه. هما باصين لغلاء الاسعار. غلاء اسعار ايه حضرتك؟ واحنا اصلا الطرق موفره، طرق توفير الطرق دي ما هي توفر عماله. ما انا بدل ما كنت بقعد في طرق ساعه ونص بستهلك ربع ساعه نص ساعه. ومش دي توفير برضه؟ لا توفير. البنزين دلوقتي هو الحياه دي غاليه على جميع المستويات العالم. مش عندنا احنا بس. وبرغم كده دوله ساكته؟ احنا بيزود على كل مش عارف المعاشات وزاد المرتبات على قدر المستطاع. على قدر المستطاع، ولكن احنا مش كل حاجه هنقول للدوله. احنا دورنا فين؟ دور الشباب فين؟ اللي هو الواعد بتاع المستقبل. تمام. بعدين اي مستثمر عمره ما هيبدا يجي ويبدا ينقل استثماراته الا اذا كان شايف النهارده بنيه تحتيه، شايف شبكه طرق، شايف شبكه صرف، عشان النهارده يبقى عارف كويس قوي ان الاستثمارات اللي هيجيبها هتجيب له نتائج. تمام. النهارده داخل بص بقى، النهارده الناس بتبقى مزنوقه في شارع مش قادره تعدي منه بالساعتين وبالثلاثه، ثم هيقول لك انا هنعمل ايه؟ لكن النهارده الحاجات اللي بتتعمل دي كلها عشان جذب الاستثمارات. تمام. سياده النائب بدوي، عايزه حضرتك رساله لكل تاجر بيحتكر السلع الغذائيه عنده مقابل ان هو يعلي في سعرها. بعد كده ما هيحتكر السلعه وهياخد فلوس زياده هيوديها فين؟ هو ده كله حرام. يعني مفترض انت عندك حاجه بسلعه بسعر معين، سعر النهارده ب 100 جنيه، هتيجي تبيعها ب 200 جنيه، طب انت يعني المكسب ده انا بعتبره مكسب حرام، والحرام بياكل الحلال. الحرام لا يدوم. انما انا برضه بودي رساله لكل بيت بالنسبه لاولادهم، خلي بالكم من ولادكم في التعليم. انا يمكن عندي نموذج، انا عندي بناتي الاثنين، يعني واحده خريجه تربيه وواحده خريجه تجاره، هم اللي بيقوموا بمتابعه ولادهم في البيت. ما شاء الله. متابعه اللي هو بتحديد، يعني عندي بنت كبيره ما شاء الله بتحدد لاولادها وقت الايه المذاكره. هيجوا ما فيش نوم بعد المدرسه، يجوا يتغدوا ويقعدوا شويه، وبعدين الايه متابعه الكتب فين عندكم ايه. طبعا المدارس بتبقى باعتين الايه متابعه ايه، بتفضل وراهم لغايه لما تخلص المده. انا بقولها لكل بيت يعملوا النموذج ده، بيخلصوا المده اللي هي محددها للولد، يخلص الواجبات المدرسيه، بعد كده بتاخد بريك يعمل له ما عاوزين. وبرده بالنسبه للرساله برده الموبايل، عاوزين نقول لاولادنا يخفوا شويه من الموبايل، عشان عيوننا بيبقى فيها نوع من التاثير. بفضل ابص الاقي الولد عمال كل شويه عمال يخش كده، ده بقى ادمان خلاص. لدرجه ان خلاص بقى هيدخله على دماغه. لا احنا عاوز يخف شويه، لان دول اولادنا هم الشباب. لان ايه؟ كل ما بيتعمل في الشباب في الصغر بيكبر، لان وعليهم برياضه. انا بقول ايه؟ الرياضه بتقول لمن تراقني
في شبابي تركته في شيخوخته. يعني بمعنى لو هو ما لعبش رياضه وهو صغير هيطلع كبير مش قادر يقف. انا طبعا بنشكر الدكتور سمر على على ممتازه فيها، وبنشكر الدكتور محمد كامل الشرقاوي والنائب المستشار محمد مناع اللي هو طبعا جند مجهول في المجلس القومي. كل احترامي ليه. انا بشكر حضراتكم في البرنامج، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني بعد كده باذن الله في حلقاتنا اللي جايه. اعزائي المشاهدين، ميرسي جدا يا فندم. اعزائي المشاهدين، وبكده خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير باذن الله، وحلقه جديده وجميله زي ما متعودين في برنامجكم مع البوصله. كنتم مع الدكتوره سمر اسامه.